في ظل غياب أدنى شروط العيش الكريم بالمنطقة القصدرية ببلدية سيدي الشحمي بولاية أوهان، التي تحولت إلى ملاذ لهذه العائلة رضوخا للمذلة والهوان الذي صادفهم وحتم عليهم العيش تحت سقف من القصدير. ميكروفون محمد ونان. أنا نعاني أنا من إعاقة بصرية لثلاث أفراد متكونين من زوج وزوجة وابن. المكان اللي راني ساكن فيه هذا شاف زيك وحشاكم وشاف النجاسة وشاف بوبال ومكان تاع فسق، مكان تاع نجس وفي نفس الوقت مكان تاع فسق والحقرة. وحنا ثلاثة مكفوفين ما جبناش نعيشوا مع الحقارين هادو. إعاقة البصرية تاعي ندي 3 سوميل والزوجة كذلك إعاقة بصرية تاعها تدي 3 سوميل، يعني 600 ألف في الشهر ما تكفينيش أنا. نروح ويشوف حالتي، أروح عندي يا سيدي الوالي وشوف أنت بعينك وأكد بعينك عندي هنا البيت وشوف لي بلا راني نقاسي في هذا المكان. اللي رانا مغبونين بزاف ورانا نقاسو، أنا نطلب منهم للوالي ولاية وهران الله راه يسمع فيا، نطلب منه سكنة هذا مكان. يدق